ليه تستنى الخير قدامك؟ ادي الجنة وادي طريقها، امشي خطواتها بأفعالك، فرصة وجات لك اوعى تسيبها. للجنة طرق جعلها الله تعالى لعباده الصالحين، وجعلها مسالك يسلكها المؤمن من أجل أن يصل بها إلى الجنة. وفي طريق الجنة سنتكلم عن خصال أهل الجنة. في حلقتنا اليوم في طريق أهل الجنة هنتكلم عن خصلة أرشدنا إليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من خصال أهل الجنة، بل وصفها النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنها من الصدقات، ألا وهي التبسم في وجه أخيك. ولأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فلقد كان بشوش الوجه يبتسم في وجه صحابته، بل جعل من منهجه النبوي الابتسامة وقال إنها صدقة وهي من أبواب الخير. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. أنت زعلان ليه؟ هتاخد أجر وثواب. فإظهار الإنسان البشاشة لأخيه إذا لقيه يؤجر عليها كما يؤجر على الصدقة. ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يبتسم دوما رغم الأحزان التي كانت تلاحقه من آن لآخر، وكانت البسمة إحدى صفاته صلوات الله وسلامه عليه التي تحلى بها، وكان لا يفرق في حسن لقائه وبشاشته بين الغني والفقير ولا الأسود ولا الأبيض، حتى الأطفال كان يبتسم في وجوههم ويحسن لقاءهم، يعرف ذلك كل من صاحبه وخالطه. فعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما رأيت أحداً أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وتصفه السيدة عائشة رضي الله عنها وهي أقرب الناس لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتقول: كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما. والسؤال: ما السبب في أن تكون الابتسامة صدقة يؤجر عليها صاحبها ويفوز؟ ولذلك جعل الله بابها واسعا، فكل ما فيه خير صدقة، وكل ما هو معروف صدقة وإن قل. فكانت الابتسامة التي لا تحتاج إلى جهد أو مال يبذله الإنسان معروفا يدخل صاحبه الجنة. ولذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فلقد روى مسلم عن أبي ذر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالابتسامة صدقة وأجر دون أن تدفع فيها شيئا من المال، ولا تتطلب منك شيئا سوى البسمة الصافية التي لا يخالطها الرياء ولا النفاق. الابتسامة مفتاح كل عسير، تمنح النفس السكينة والقلب الطمأنينة. إن الابتسامة تنشر الألفة والمحبة بين الناس، وهي مفتاح القلوب. فلو أردت النصيحة لأحد فبابك هو الابتسامة والبشاشة، وهي من باب الصدقات المعنوية التي تزرع الود. بل إن الابتسامة تعد مظهرا من مظاهر الخلق الحسن، وآية من آيات الله تعالى، ونعمة ربانية عظيمة تنثر عبير المودة وتنشر نسائم المحبة
لتحل الألفة والإخاء، كما قال ابن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدت القلوب. وأوصى ابن عمر رضي الله عنه ابنه فقال: يا بني، إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وإذا كان نبي الله سليمان عليه السلام قد تبسم لنملة صغيرة في واد مترام الأطراف عندما سمعها تحذر قومها من جيشه، فما أحوجنا إلى تبسم الأخ في وجه أخيه والجار في وجه جاره، في زمن طغت فيه المادة وقلت فيه الألفة وكثرت فيه الصراعات، وما أحوجنا إلى تبسم الرجل في وجه زوجته والزوجة في وجه زوجها في زمن كثرت فيه المشاكل الاجتماعية. وفي الختام نؤكد أن الابتسامة عبادة وصدقة، وهناك الكثير بخلوا على أنفسهم بهذه الصدقة التي تفتح أبواب القلوب وتنشر الود والرحمة فيما بيننا. فعلينا أن نعيد البسمة عند اللقاء فيما بيننا حتى نفوز بأجر صدقة التبسم. جعلنا الله وإياكم ممن صرت وجوههم وقلوبهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه تستنى الخير قدامك؟ ادي الجنة وادي طريقها، امشي خطواتها بأفعالك، فرصة وجاتلك اوعى تسيبها.